أغلى الحبايب مهما تبعد يا غايب انت كل الهوى من قلبك بنسى حبك حبيبي كتير بحبك لازم نرجع سوا. سمعت انك مرة اعطيتي مدير اعمالك باسكال دواء فات فيه على المستشفى اكيد وخبرك اياه فخبرني يا باسكال خبريني القصة يا مس مدام مش عملتي فيه للمسيو يا الله ام كنا بمصر عم نسجل البوم وفجأة باسكال بدق له صوته مبحوح وحالته شو بك يا باسكال مكرم حالته بالوين عند الاستوديو شوي دقيت له اجى لعندي قلت له كتير متضايق وهيك قال لي ايه قلت له خليني تلفن على البيت انا عندي ناني إلها 11 سنة بتحكي عربي مثلي مثلك قلت له خليني اسألها عن اسم الدواء الجريب هيدا بجنن هو اسمه زينات تلفنت لها بس انا ما ناسي اسمه قلت لها مريان في دواء هيك علبته خضرة للجريب قالت لي مدام زينتك قلت له هو يلا هيدا هو زينتك يلا واي قلت له ايه قديش قالت لي 500 ملي مدري شو ايه قلت له ودي حدا يجيب لك هيدا الدواء اسمه زين نحن بعدك هون نحن بعدك بيناتنا اخذ اول حبه بعد 6 ساعات ثاني حبه ويا لا قال له هيدا مفعول الدواء رحنا على استوديو هيك قلت له هيدا الدواء عم اشتغل فيك بكره شوف كيف بتقوم روعه مشي 3-4 ايام اخر شيء خلص راح نزلنا على بيروت فتت انا على البيت قلت لها مريان فرجيني زينتاك انا هيك بس وصلت زينتاك هيدا مش للمعده دغري دقيت قلت له باسكال بدي خبرك خبريه مش كثير دور وصلت لك للمعده مش للقريب للمعده انا بالمستشفى بتعصبي شي نوال بعصب انه اذا حدا عذبني كثير ايه بعصب كيف طلعت عصيبك؟ انه بصرخ عليه خلص بتوقفي هو اكثر شيء على اولادي بعيط عم يمدي عيط هاي عم ولادك لذيذين شفتهم شاطين بس مهضومين شاطين لذيذين ولك شاطين وهن كسروا البيت شنو عن جد حرام شو معقول حبيت الشياطين الشاطين بس سيوبين عن جد عن جد شفت كيف يفتح البيت اجادك عن جد اللي عنده صبيان صعب ايه كثير غير البنات الله يحميهم بس احكي شوي عن معجبينك باغانيك وبنوال وكذا سمعنا في حدا كان نايم على باب البيت على باب الاوتيل شو قصته؟ بوب اسمه بوب يا الله مره كان عندي اللونشينج تبع الالبوم اي واحد عينيك كذابين اغنيتي المفضله خلصنا اللونشينج ورحت على الاوتيل بنص انه بس خلصنا انه كنا مأخرين برن تليفون الأوضة برد انا بتطلع عمرة مصرية ازيك يا مدام نوال اخبارك ايه يا مدام نوال وحشتينا يا مدام نوال قلت لها ربنا يخليك يا مدام نوال قلت انا انه انا بحط دون ديسترب يعني انه حولوها في شيء قلت لها قولي لي في شيء قالت لي نسيت اقول لك ابني ضايع ابني من الفانز بتوعك لو ضايع وين ضايع قلت لي والله يا مدام نوال هو خرج النهاردة الصبح ما رجعش لغاية دلوقتي قلت لها إن شاء الله تلاقوه يعني ما بعرفه أنا شو اسمه قال إبراهيم قلت لها أوكي هلا إبراهيم أكيد إذا عم يحضر عم يضحك تاني يوم الصبح بتوعيني عم بتولوي حرام إبراهيم ما جاش البيت طب وأنا مالي أنا مالي يا مدام أنا كمان مش في البيت أنا في الأوتيل غيته أرجوك يا مدام نوال اسألي السكيورتي واسألي قمت أنا تلفنت ما في بس تيابي وهيك وفتحت الباب لقيت إبراهيم نايم على باب أوضتي صار لي يومين قلت له أنت ما تقلي أنت إبراهيم
قال لي اه. يا الله، بس تحية لهم لأنه كتير طيبين وبيجننوا عن جد. بقى رهيم يومين نام والله. هي مهضومة لما بتقولهم، يعني أي واحد تاني يخبرهم بيطلعوا بايخين، بس لما نوال بتقولهم كتير مهضومين. وين بتشوفي حالك من هلأ لشي 5 سنين 6 سنين فنياً؟ شو السؤال الحرج؟ ليه حرج؟ حرج لأنه تقريباً يوم إيه يوم لا أفكر من هلأ لخمس ست سنين شو المفروض ينعمل ويصير. أنا بلاقي من هلأ لخمس ست سنين الله يفرجها. نعم. مثلا في يعطي نصحة، في مخرج ما حاجة عبالك تشتغلي معه، في شيء كاتب بتحبي يكتب لك؟ ولا عم فكر أعمل مخرجة. حلفي إنه إيه، ليش لا؟ عندك مرأة إيه، أو أرت دايركتور. ولي أنت عندك ذوق. إيه كتير بحب الأرت، إنه أكون أرت دايركتور. واو. بتحضري تي في؟ شو بتحضري؟ بحضر مسلسلات اوقات. تنتقدي؟ عندك عين نقد؟ اخراج صور كادرات؟ ايه لبس؟ انه مثلا بتكون مبلش الحلقه بشيء انه بقول مثلا طب ما في اشياء اوفر، انه كيف هيدا عرف هيدا وهيدا، انه بيبقى شيء مركب. دخلك شو اخبارك اشتقت لك انت اشتقت لي، دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت لي، اشتقت لك طبعا اكيد، يومي حبك بيزيد، تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك. تابع بريك.